بعد أن همش تركمان في حكومتي رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ولم يمنحوا أي منصب وزاري، تعهد الكاظمي للتركمان بمنحهم وزارة في حكومته الذين يرون أن تمثيلهم بالمناصب الحكومية على مستوى الوزارة والمؤسسات الخدمية لا يتمشى مع الاستحقاق القومي، حيث يرى المكون الثالث بعد العرب والكرد محاولة إرضائهم بوزارة هو استحقار وليس استرضاء، خصوصا أنه ليس استحقاق لمكون له ثقله السكاني والسياسي. في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وفي ظل هذا النقص في الأموال العامة، أن نستحدث وزارة جديدة هذا أيضا باب من أبواب الصرف، ويمكن أن يؤدي إلى صرفيات إضافية، لأن لا أنسى أن صرفيات وزارة أيضا تدخل ميزانية خاصة بها، وأيضا تخصيصات وحمايات وبنايات، وهذا كله لا يخدم المصلحة ولا الدولة العراقية. إذا كان هناك حقوق لهذا المكون فيمكن أن يعطى من الوزارات الحالية أو تعطى لهم إحدى الهيئات المستقلة، وهذا يعني يكون مكون يعني مشترك بالحكومة العراقية حالة على باقي المكونات. وصوت البرلمان العراقي على مقترح يخول رئيس الوزراء باستحداث وزارة لشؤون التركمان يراها البعض هو خطأ تشريعي ومهني في الحكومة، وهو بدعة جديدة على البلاد لم يشهدها مسبقا، خصوصا أن استحداث وزارة جديدة يثقل كاهل الميزانية المثقلة أساسا، وجعل البعض الآخر يتساءل من أين سيخصص لها الأموال. كان الأولى بالسيد رئيس الوزراء وحتى بمجلس النواب أن يستحدثون فقرة كيف ينهضون بالمكون التركماني، لا أن يعطوا وزارة للتركمان حتى ينتفع منها أشخاص على عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا هو الخطأ الكبير. نعم هي مخالفة بكل يعني اعتبر مخالفة قانونية، مخالفة وطنية إذا صح التعبير، لذلك على مجلس النواب أن يشرع قوانين فيها خدمة للمكون. ما يحاول الكاظمي أن يصلح الخطأ بخطأ أكبر بعد استحداث وزارة الدولة ليسترضي المكون الثالث ليقع بالخطأ القانوني والدستوري لاستحداثها. رانيا حسين لقناة اليوم الفضائية بغداد.